السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. اذا انت معرض للاصابه بالسكر او مريض سكر فتبتدي السنه هذه ان شاء الله على خير، ففرصه مناسبه جدا انك تبدي بنظام صحي ممتاز يحفظ لك صحتك. حاول تبتدي من جديد اذا صار عندك مشاكل واخطاء سابقه في الاعوام السابقه. حاول تكتب خطه جديده في حياتك وفي يومك وفي علاجك علشان تنتظم احوالك اليوميه. اذا انت شخص معرض للاصابه بالسكر ففرصه انك تتاكد من قياسات السكر بشكل منتظم وتحرص على نظام صحي مناسب يخفض لك وزنك ويزيد من معدل الحركه عشان تحمي نفسك من الاصابه بالسكر. اذا شخص انت مصاب بمرض السكر وعارف ان معدلات السكر عندك غير منتظمه فالوقت مناسب انك تحدد نظام جديد لتغيير او تعديل نظام اكلك بحيث يكون قليل السعرات الحراريه والنشويات والسكريات، تزيد معدلات الحرق وايضا معدلات الرياضه والحركه، وتنتظم في متابعه الطبيب وتنتظم في استخدام العلاجات. وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله.